بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هرد على اكتر اسئله بتجيلي بخصوص صيام متقطع. ليه وزني بيثبت مش عارف اخس؟ كنت بخس في الاول، ليه مش بخس زي ما الناس اللي حواليا بتخس على الصيام المتقطع؟ ليه مش حاسس بالنتيجه الوهميه اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ ببساطه لانه الصيام المتقطع ده نظام غذائي، الغلطة في وقت الصيام بتبوظ النظام نفسه. هو مش رجيم، هو نظام ممكن تعمله مع اي اكل انت بتاكله، بس لازم تعمله بطريقة صحيحة. احنا شرحنا ليه 16 ساعة وازاي نعمله وازاي هو امن، وفي مميزات كتيرة جدا، اهمها ان انت تقدر تعمله طالما ما عندكش اي ميديكال كونديشن تمنعك، تقدر تعمله لوحدك، بسيط جدا بس تفهم هو بيتعمل ازاي. طيب انا فاكرة انه من كام سنة لما بدأت اتكلم عن الصيام المتقطع، انا عارفاه من زمان، بس امتى بدات اتكلم عنه بحماس؟ لما سافرت كذا كونفرنس، واخر كونفرنس كان في كاليفورنيا، وقعدت مع ريسيرشرز بيعملوا ابحاث على الصيام المتقطع واتاكدوا من ان هو امن وانه مزاياه اكتر بكتير جدا 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 من عيوبه، وانه في انظمه غذائيه كتيره جدا جدا لفقدان الوزن الصيام المتقطع من التوب بتاعها. ومثلا في نظام شهير جدا زي الكيتو هو من اللي تحت خالص، لان هو اضراره اكتر بكتير جدا من مميزاته. فدلوقتي لما نتكلم عن ان الصيام المتقطع هو فيه اخطاء كتيره جدا الناس بتعملها، ومعظمها بتكون في وقت الصيام. اولا الصيام المتقطع احنا قلنا صيام 16 ساعه، مش اقل من 16 ساعه، لانه حرق الدهون اللي بيحصل وتظبيط الانسولين والجروس هرمون انه يعلى والانسولين ان هو ينزل، وكل ده بيحصل في اخر بقى ساعتين، اللي هو انت ممكن تبدأوا ب 12 ساعة، بعد كده ب 14 ساعة، بعد كده انت دلوقتي عايز تخس مش بس تحافظ على جسمك، لا يبقى لازم هستحمل شوية انه 16 ساعة. تاني حاجة، انا مش عايزة اثبت ال 16 ساعة، انا عايزة اغير ال 16 ساعة مش في نفس الوقت. فمثلا صحيت من النوم استنى 3-4 ساعات على ما افطر، يوم تاني استنى 5 ساعات، استنى 6 ساعات، يوم تاني هستنى ساعتين، يبقى انا اغير ان انا ال 16 ساعة دول هما منهم النوم بس، اغير ال 16 ساعة، اجي مثلا مرتين في الاسبوع اروح مخليهم 18 ساعه، مره في الاسبوع اخليهم 20 ساعه، مرتين في الاسبوع اصوم اثنين وخميس واعمل دراي بقى فاستنج، ان انا بقى كمان مش هشرب تمام، ويبقى صيام في الاخر واخد ثواب. يبقى انا اغير من انه ما يبقاش حاجه ثابته. تاني حاجه بقى، انا بكسر صيامي على ايه؟ ما انا ما اكسرش صيامي مره واحده. هو زي ما بنتكلم، لو الناس شافت فيديوهاتي بتاعت رمضان، احنا ليه بنشرب شوربه الاول، وليه بنقول ميه، وليه بنقول سلطه الاول؟ علشان ما اديش جسمي، يعني ما استهلكش طاقه جسمي بطريقه، يعني اللي هو مره واحده اديته نشويات بنسبه عاليه جدا، مره واحده اديته سكريات، مره واحده اديته سعرات حراريه عاليه جدا عن اللي جسمي محتاجها. فلازم اكسر صيامي على شوربه، على سلطه، اكسر صيامي على يعني على حاجات خفيفه. شرب الميه مهم جدا وقت الصيام، ووقت الاكل ده هيفرق معايا جدا. ففي ناس كمان بتبعد عن النشويات بس بتاكل كميات اكل كتيره جدا اكتر من اللي جسمها محتاجها، ومتخيلين انه انا خلاص بقى ما الدكتور قالت اكل براحتي. لا، اكل براحتي بس برضو لازم الاعتدال مطلوب جدا يا جماعه، ومهم جدا 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 ان انا في وقت الاكل ابقى برضو واخد بالي من سعراتي، من تقسيمه الاكل. احنا قلنا مش تحرم نفسك من حاجه وهتاكل كل حاجه، بس في فرق بين ان انا هل انا عايز اخس ولا انا عايز احافظ على وزني. فمثلا ممكن حد يشوفني يقول لي ايه ده انت بتاكلي كذا، طب انا في الفتره دي انا بحافظ على وزني، انا في الفتره دي مش عايز افقد وزن. السكر الدايت برضو من الحاجات الغلط اللي بتتعمل وقت الصيام. في انواع سكر دايت ما تنفعش تماما تماما تماما، في انواع هي اللي تنفع وقت الصيام. الستيفيا الباودر عشان الكارير بتاعه ينفع استخدمه وقت الصيام، لكن الليكويد ما ينفعش فاستخدمه في الوقت العادي. انواع تانية من سكر الدايت ما تنفعش تماما تماما في وقت بقى الصيام المتقطع، لان هي هتبوظ النظام تماما وخلاص الانسولين هيبدا يشتغل. طب ينفع لبن خالي الدسم؟ لا، ما ينفعش لبن خالي الدسم، لان هو خالي الدسم بس مش خالي السكر، فما ينفعش وقت الصيام المتقطع. يبقى انا وقت الصيام ممكن اشرب شاي، قهوه، نعناع، ينسون، جنزبيل، كل الاعشاب اللي احنا بنقعد نقول يا ريت نرجع نفتكرها تاني. اليانسون يا جماعه ده من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، هو والنعناع والكمون، القرفه، الحاجات دي مهمه جدا، والحاجات دي عشان احنا بعدنا عنها وبقينا عمالين نشرب بقى سموذيز ومش عارف ايه وايه وايه، بدات تظهر الامراض الغريبه وبدات مناعتنا تقل جدا، وبدا
الكانسر ينتشر، الحاجات دي كلها هتفرق جدا لما تبدأوا تدخلوها في نظام حياتكم. ودايما بقول من اكبر مميزات الصيام المتقطع ان هو هيشجعكم ان انتوا تشربوا سوائل كتير جدا، هيشجعكم ان انتوا تشربوا، هيفكركم انا صايم 16 ساعه منهم النوم، ما عنديش اي اوبشن غير ان انا اشرب، جعان هشرب، يبقى ساعتها بقى هتقدر تشرب. طب هشرب النهارده ينسون، زهقت هشرب نعناع، هشرب جنزبيل، هشرب جنزبيل على قرفه، هبدا اجرب حاجات، هدخل جسمي حاجات، هتلاقوا كواليتي وشكوا وبشرتكوا شعركوا في تحسن. انا لما بلتزم عليه بيفرق معايا جدا كمان نفسيا في الانرجي في مستوى النوم. فدايما ناخد بالنا من انه الصيام المتقطع هو نظام غذائي ممكن اعمله مع اي ريجيم، بس الكلام ده في فرق ان انا بعمله علشان اخس وخلاص، ولا بعمله علشان اعيش حياة صحية وعلشان اخسر دهون مش اخسر عضلات، ومش ان انا اخس بسرعة، انا اخس بطريقة مظبوطة تدوم. فنخلي بالنا من الحاجات دي علشان الصيام المتقطع ينجح معانا. وانا عارفة ان في ناس كتيرة جدا 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 عملته والحمد لله كانت النتائج هايلة، بس طبعا الناس بيجي لها احباط انه انا عامله بالظبط بس انا وزني ثبت او مش عارف اخس زي الاول، يبقى يلا نغير مواعيد الساعات بتاعت الصيام، نكتر شوية من المشروبات اللي هي الأعشاب اللي احنا قلنا عليها وقت الصيام، ناخد بالنا وقت الأكل ان احنا سعراتنا الحرارية تكون قيمة، حاجات قيمتها الغذائية عالية، ما نقلل النشويات جدا. عشان كده أنجح حاجة للصيام المتقطع انه يتعامل مع low carb، أقلل الكارب مش أمنعه، ومش دايما أقلله في فترة ان انا بقى دلوقتي انا بخس، الكربوهيدرات مهمة جدا لجسمنا، بس فترة ان انا بخس عايز افقد وزن يبقى انا هعمل low carb. في ناس بتعمله مع الكيتو، انا ضد الكيتو، مش مع الكيتو، بس الناس اللي هتعمله مع الكيتو هم يعني احرار، طبعا هيكون افضل بكتير من ان انا اعمله واكل نشويات كتيرة واكل براحتي قوي. اتمنى يكون الفيديو ده افادكم وما كنتش طولت عليكم. خلوا بالكم وانتوا بتعملوا صيام متقطع، اعملوا صح علشان بالمرة تستمتعوا بنتيجة وتلاقوا حصل الري شيبنج بقى اللي احنا بنتكلم عليه. برضو حاجة مهمة جدا، ما نركزش مع الميزان يا جماعة، صيام المتقطع نظام اسلوب حياة هيحسن كواليتي جسمكو، هيعمل ري شيبينج، هتلاقوا مقاساتكو اتغيرت، شكل جسمكو اتغير، فهيفرق معاكو جدا على اللونج تيرم. فممكن تطلع على الميزان تلاقي وزنك نازل كيلو، بس انت في الاخر عضلاتك مظبوطة وعمال تنزل من الدهون، فشكل جسمك متغير، مقاساتك متغيرة، ودي اهم حاجة. اسفة اني طولت عليكم، ومتشكرة جدا 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 ان انتوا بتسمعوني.